السلام عليكم، ناصر مدغري، احد المبتدئين في هذا الفيلم الكنز. فالكنز فيلم يستحق المشاهده من حيث انه اولا كان تصور في ظروف شويه راكم عارفين كوفيد، وهذا كان تاعنا يعني سميتو اون افي با لا ليبرتي باش نتحركوا كما بغينا، حيت انه كاين الاحتياطات، كاين يعني التباعد، درنا جميع الامور. فالقصه ديال الفيلم اللي انا خدمت فيها الدور ديال باب القدر مول فران، دور ديال الانسان شرس، انسان يعني شويه قصح، مي او فون ديالو نون، يعني لا بروف سكو ديما هو كدار به كما كيقول هو كما درتها به. ف الكنز هو في صميم القلب، يعني صميم في عمق الموضوع، ماشي ذاك الكنز اللي كنقولوا حنا المجوهرات ولا اللويز ولا هذا، فهو ميساجات، فهو فيه رسائل، يعني كيف التعامل بين اليهود المغاربه واليهود المغاربه والمسلمين المغاربه. ففيه رسائل ديال هذا التعامل، ديال هذا الحب، فيه نوع من الرومانسيه، حيث ان مثلا هذاك اليهودي مغرم بمغربيه، بفتاه مغربيه، فكان انه والفرق فين كيبان لنا في يعني في التعامل بين اليهود والمسلمين، هو ملي كيكونوا برا بليتو، ملي كيكونوا مثلا انت كتصلي في الجامعه وهو كيصلي في السينغو، هنا كيكون الفرق، ولكن في التعامل ما كاينش الفرق. يعني كنت تعامل معهم، حنا كان تجارة بيناتنا، كان التعامل بيناتنا، كان الضحك بيناتنا، كان هذا، سمعت ما عندناش حتى شي مشكل معهم الحمد لله. وتحت الظل يعني الحكمه ديال جلاله الملك الحسن محمد السادس نصره الله، هو خلانا اننا حنا نفتخروا بهذا التعامل اللي بيناتنا والمحبه اللي بيناتنا اللي ما بين اليهود والمغاربه. فالفيلم فيه يعني يوحي الى بزاف ديال الرسائل الانسانيه التعامليه، يعني كيف التعامل تمع الذات ديالك، تمع الذات ديالك. وخصكم تعرفوا بانه خدموا فيه في الفيلم هذا يعني طاقه شابه في لافيغاسيون، ولكن ما شاء الله قدرات هائله، يعني طاقه هائله عندنا في المغرب الحمد لله. فلا غوليفي لي اسيوري، الرساله مفهومه، يعني كل ما قلت الرساله مفهومه، لكن كاين بعض الكلمات شويه بحال قبيحه. شنو هي المعنى ديالها ديال؟ كاين شي كلمات شويه اللي صعيبه بحال صعيبه الفهم، يعني كلمات واعره باش تفرج انت والاب ديالك. ما يعني فاجئتني، لانه سمعت حنا كنا في سكريبت، يعني كانت المبادئ والاخلاق هي الاولويات عندنا في هذا الفيلم هذا. فاذا انت قلتي هذا، انا ما متفقش معك زعما باش نقول صريحين، لانه حنا انا شخصيا عندي مبادئ، يعني وكل شيء المغاربه، يعني الفنان ديال المغاربه راه كلهم سميتو ما شاء الله، راه في اداب واخلاق، ما كانش واحد اللي حنا كنقولوا، حنا كنخدموا على السميه ديالنا، وسميتو وكنفرحوا ملي كتلاقى بشي واحد كيسلم عليك وما كيشوفش فيك هذيك النظره ديال سميتو. فيمكن يكون التسريب ديال الميساج، والمشاهد غادي يفهمها، غادي يدير لها التاويل اللي بغا. هادشي اللي بغيتك تسال. نعم، فال سميتو هادشي اللي كان يعني كلمات كانت مدروسه، وكانت كان اذا الدور ديالك شرس في الفيلم في حياتك الشخصيه؟ حياتي الشخصيه انا كما كنت فاهم شرس بصح. لا بالعكس، انا راه الانسان اللي نقدر نشوف حاشاك غير كلب مضروب ولا شي حاجه نقدر نبكي. لا يعني الاصدقاء ديالي اللي كيعرفوني والعالم ديالي، جو سو تري سنتيمونتال، جو سو تري، ولكن تنفرح ملي كنخدم هذا الدور هذا اللي هو ماشي ديالي، استادير باش نبين بانه سميتو الطاقات ديالي نقدر نعطي اوتر شوز. لا انا الدور ديالي بعيد على الشخصيه ديالي الحقيقيه. لكن كان شي ادوار ديالك فيهم الشر قبل؟ وي، في الافلام الاجنبيه كنت خدمت مع ريدلي سكوت، خدمت معاه في واحد الفيلم، كان عندي دور شويه ان بو مافيوزي، قتال، وكنت هذا، والفيلم سميتو شوتاس،
دونك وتنعطي فيه استاذ انا جون بو كولاكسيون. علاش كيختاروا لك هذه الادوار؟ لا نو سولون لو كاستينغ. واخا كنقول بان الكاستينغ مازال ما عندناش في المغرب بور تري اونيكت اوسي مازال ما عندناش لانه سميتو لو ان الكاستينغ عندنا مضبوط في المغرب غادي يعطي واحد لا فالور شويه، ولكن مع المرض كيكون خلل كيكون. نقدر نشوفك في شي دور درامي، يعني دور اللي كتاثر فيه مع على المشاهد الكريم. وي كنت دزت واحد كندوز ادوار مثلا في الطريق، كان سميتو الطريق، كندوز في دو بلاك اوك داون سميتو، كنت في صراع الذئاب. هادو ادوار اللي الناس تاثروا فيهم بزاف، يعني ما غاديش نحسبوا كل شيء في الاعمال الدوليه عندي الان في الريبرتوار ديال هاد العمل اللي كملت ديرير مو هاد السيمانه، كان يعني 68 عمل يعني جد متواضع، وعندي في الاجانب 13 عمل اللي خدمت مع اجنبيين، خدمت مع مخرجين برا، فعطوني توما شحنا بعطونا تعلمنا. ديما اللي كيكون تصور الو انك كتعلم كتزيد فكره، كتلقى بوجوه، كتلقى بطاقات، كتلقى باساتذه. التجربه كامله وهاد السنين واش يعني خديتي حقك كفنان كممثل مغربي؟ لا مازال لا ما خديتش حقي، لانه سميتو كما قلت لك قبيله كان مشكل ديال الكاستينغ عندنا، ما بعض المرات تيعيطوا عليك تيكون بون محسوبيه فوالا واهي كتكون سميتو. انا كنقول لهم انا ملي كتكون اللي حيدوا نحسوبيه وحيدوا هذيك اللوبيات هذاك كيدير لك كليك ديالو، لو كاستينغ تيكون انترناسيونال. نقدر نكون انا سميتو مثلا مخرج وتكون انت مثلا عندي بينك عداوه ديتي الارض ديالي ولا حاجه، ولكن الا شفت البروفيل ديالك صراحه لي في الفيلم ديالي غناخذك من بعد، غادي نقول لك صافي راه هوني بلو امي، ناخذك الاجتهاد ديالك، ناخذك الاجتهاد ديالك وتاخذ البروفيل ديالك ما احتاجك، ولكن ملي كنسالك كنخلص كنقول لك الله يهنيك زعما راه هوني با مغي، ولكن ملي كتكون كي يعني كيكونوا اللوبيات هذا صاحبي هذا سميتو هذا كان خدام معايا سميتو غادي. شنو النصيحه اللي ممكن تقول لهم من هذا المنبر؟ النصيحه نقول لهم يزيدوا يجتهدوا شويه في الكاستينغ، بعد الكاستينغ يفوكسوا هذا، والمواضيع الحمد لله راهم لو تختاروا المواضيع ولا سميتو حتى الكوميسيون اللي كتختار ملي كتسميتو ملي كيكون لا كوميسيون اللي كتختار دي فيلم جو كخوا سي دي سي دي سي سي با دي نابورت كي سي دي سي لو دوكتور سي الناس اللي يعني اللي فاهمين. نتمنى ان اللي يمشيو بهاد السياره الجميله اللي هي السينما في طريق جميل، وما يجرحوهاش وما يضربوهاش، واللي دايسوكها يردها كما سمعتي. هذا هو المطلوب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.